أصلي صلاة الاستعاذة من شر كل ذي شر وضر كل ذي ضر ركعتين لله. اللهم إنا نسألك يا رب السماوات وما أضلت، رب الأرضين وما أقلت، ورب الرياح وما جرت، أنت الله الملك القدوس الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذات الطول والعرض ذو الجلال والإكرام والآلاء العظام، أن تعيذنا من شر كل ذي شر وضر كل ذي ضر، وأن تنجينا من كيد الشيطان ومن معصيتك يا الله يا رحمن. اللهم وأعدنا باسمك من فقر مدقع وغرم مفضع وذل مصرع وذم موجع ومن شر غرق البحار المتموجة وحرق النار المتأججة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، واغفر لنا بجودك ما جنته أيدينا، وأعطنا النعيم المقيم والنجاة من الجحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين ولا مغضوب علينا ولا ضالين ولا مضلين. وألزمنا كلمة التقوى وأحللنا جنة المأوى، واخصصنا يا رب بقلوب سليمة وأخلاق قويمة، وأنلنا من رحمتك التي وسعت كل شيء ما نأمله، فإنا ضعفاء لا نطيق عذابك ولا نحمل عقابك، واجعلنا بالكفاية في دعة الكلاية، وهب لنا العافية بتمامها والكرامة بدوامها، وفك رقابنا من النار يا مقلب القلوب والأبصار. اللهم احرسنا واحفظنا في جميع منقلبنا ومنصرفنا، ووفقنا وأرشدنا للصواب في أقوالنا وأفعالنا، وأرنا السرور والمحبة في جميع أمورنا، وأصحبنا توفيقك وتسديدك وإرشادك، حتى لا يكون لنا فعل ولا قول إلا مطابقا للصواب، واكفنا شر من كادنا، وأصلح لنا من عادانا، وانصرنا على من ناوانا، وارزقنا فرجا ومخرجا، ووسع لنا إلى رحمتك منهجا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وكاليا وظهيرا، وزدنا بك معرفة ومنك قربا وإليك دنوا، يا أرحم الراحمين.